الآن مشاهدينا احنا مواصلين الحديث عن مسلسل ستيليتو، ويسعدنا انه نستضيف النجمة المميزة كريس بشار وراح تكون معنا وحديث عن هذا العمل، لكن خلونا نتابع هذا المقطع ونرجع نرحب فيها على الهواء. العيون بتبكي عماضي وما بدها هلأ، والكذب بيهمس لسكوت والقلب معلق، مش كل مكتوب بيوصل يعني صادق عنوانه، متعود يضل يخون بيعرف يغير ألوانه. ألمى هي البنت الوحيدة اللي اختارت انها تعيش حياتها وضميرها مرتاح، كانت مختلفة عنهم، ما كنتش فاهم بشي. إذن مشاهدينا، ستيليتو يجمع مجموعة من النجوم، العمل يوم أمس انطلق، فخلونا نرحب احنا بإحدى نجمات العمل، فنانة المميزة كريس بشار، نرحب فيها. يا أهلا يا كريس، أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا، أهلا وسهلا. صباح الخير. حياك الله، صباح النور. كيفك؟ أهلا يا كريس، منورتنا. حياك الله، أهلا وسهلا. وين تستريحي؟ حياك الله، المكان كله لك. حبيبي. اي مكان. شكرا. اهلا وسهلا وحياك الله جميعا. تعبناك اليوم. بعمل قفزات طويله من محل لمحل، من استوديو لاستوديو. يعطيك العافيه. شكرا. الله يعافيك. واحنا جدا سعيدين بتواجدك معنا، ونبارك لك المسلسل وهذا العمل. كيف شفتي تاخذين نفس؟ شركت تاخذ نفس؟ لا انا تمام. اي تمام، صرت ريدي. امبارح عملنا السكرينينج، كان نعم. عرض تقريبا هو تجميع لحلقتين، حلقتين نعم. وشوي نعم. كنت كثير متحمسه، حبيت الاصداء، بس طلعنا وعملنا هيك شيء مع الصحافه والاعلام نعم. حقيقه ردود الافعال كانت اكثر من رائعه، الحمد لله. وامبارح كانت اول حلقه على الهواء، انا شفتها على شاهد نعم. ما لحقت لانه كان عندنا كثير اشياء لسه نعملها. ان شاء الله يا رب الناس هيك يعني يكونوا كمان حبوا ويتابعوا ليخلص هالعمل. ممتاز، خلينا نتابع مقطع فيديو ونرجع نتواصل معك. تمام. خلاص كريس، في هذا العمل في دور ألمى نعم. وهي دكتورة تحب عمل الخير، ورغم أنها تعرضت للغدر بس ما ردت بالمثل، فخبرين عن أكثر عن هذه الشخصية، وكيف قرأتيها، كيف أضفتي عليها، كيف طورتيها ومثلتي هذا الدور؟ حقيقة مبارح أنا كنت عم فكر قدي كان صعب أنه أقدم شخصية مثل ألمى. لما قريتها على الورق حسيت أنه أوكي، دكتورة، حدا كتير إيجابي بالحياة، عندها كل شيء، يعني حدا كتير خير. كانت المشكلة عندي هي بنقلة الشخصية بالمرحلة الثانية، كيف التحول رح يصير معها من كثر الضغوط اللي تعرضت لها، الصراع اللي فاتت فيه بعد ما قررت ترجع وتلتقى بصديقات الطفولة اللي هن حقيقة أذينا أذية يعني مدمرة كانت، وعملت منعطف خطير بحياتها. الصعوبة تكمن بالنسبة لي كيف انشغلت ألمى، هي السهل الممتنع، في نقاط تقاطع كثير بيني وبينها. طبعا ارجو انه ما حدا يفهم انه هي شخصيه ايجابيه، فذاتس واي عندي هدول النقاط نعم التقاطع نعم. لا ابدا، بس كان صعب لما انا اقرا احس انه في هذا، انا بعرفه هذا الفعل، بعرف انه هيك انا بعمل بالحياه نعم. بس كيف بدي امثله هذا كثير، كيف بدك تمثل اشياء انت مختبرها فعلا. هون الصعوبه. ان شاء الله كون قدرت توفقت ونجحت ان شاء الله. كريس، يعني اللي تابعك مو قدامك، ما شاء الله انت يعني نجمه محبوبه، عندك قبول جدا كبير، ولكن انت كشخص الى اي مدى يعني الشخصيات احيانا تتعبك، مثل شخصيه ألمى، 90 حلقه، اكثر من 10 شهور عمل، مجموعه من النجوم، كيف قادره انت تحافظين على مستوى الشخصيه وتتمين ماسكه بكل اطرافها وما تفلت من عندك اثناء هذا العمل الطويل؟ هو حقيقه هذا اكثر شيء كان صعب علي، لانه في مجموعه مشاهد كثير، كعدد مشاهد كبيره،
والمشاهد يعني 99% منها هن مشاهد ماسترز. نعم. فدائما بدي افكر باللحظه، ما عندي ولا فراغ براسي. نعم. بدماغي غير انه افكر انا بشخصيه الما، ما في وقت لحتى اني انا استرخي او اقول انه هذا المشهد بسيط هذا المشهد سهل. دائما كان في عمليه البحث عن التفكير بكيف ادواتها لهي الشخصيه، كيف بهذا المشهد بتحس. نعم. وألما تعتمد على الحس الداخلي، والصعوبه فيها انه هي ألما ما كثير بتعبر بالحكي، حتى يعني امبارح لما شفنا الحلقه. نعم. الاولى بلقائها بصديقاتها، هي عموما شخص صامت، وهذا اصعب انه انت كيف بمجرد. نعم. رياكشنات ردود افعال على صعيد التمثيل عم بحكي، كيف بدك تعبر عن مكنوناتها الداخليه للشخصيه. كاريس خلينا في فيديو كليب صغير نشوفه ونرجع نتواصل معك. باي. مشاهد جدا رائعة. كاريس بصراحة أنت هل من الممثلات اللي، وهذا حق يعني، هو هذا لا يعيب ولا يعني وضع طبيعي، بما يخص البطولات المشتركة، هل أنت كممثلة تميلين للبطولة يعني خلينا ما نقول منفردة ولكن بطولة يعني منفردة أو جماعية، هل تميلين لهذا النوع من الأعمال بشكل عام؟ حقيقة هي بالنسبة لي يعني الخيار بيكون مقصة بميل أو ما بميل. نعم. يعتمد على الشخصية اللي أنا بدي أعملها، على شو هو الدور، وممكن ما أكون الدور الرئيسي يعني، ما عندي مشكلة. أنا أقصد أنه لو كان هذا العمل مش فورمات أوكي، وكاتب كاتبة، هل تقبلين بالبطولة الجماعية إذا صح التعبير؟ طبعا بقبل أكيد، وأنا بحب المشاريع اللي فيها بطولات جماعية، لأنه قد ما كان ممثل يعني يمتلك من الأدوات، وقد ما كان موهوب، وقد ما كان الورق مكتوب. نعم. وممسوك صح، فأنا عمليا على 30 حلقة ولا 90 حلقة ولا ما بعرف شو، أنه كيف أنت عم تتابع قصة شخص واحد. نعم. فأكيد أنا بفضل أصلا البطولات الجماعية، ويمكن هذا كان واحد من أسباب نجاح الدراما السورية بفترة من الفترات، لأنه تعتمد على مجموعة شخوص والقصص اللي عم بتصير حولهم. ألما يبدو لي أنه في قصة حب راح تجمعها بكريم. أوكي. طيب. يعني يبدو لك. يبدو لي. هل ممكن يكون كريم هو يعني طريق ألما للانتقام على اللي صار فيها؟ أنت شو رأيك أحكي لك قصة المسلسل ونقول لهم ياهو بلا ما يحضروا؟ خليني أقول لك على شغلة، أنا عندي وجهة نظر بما يخص هذا. إحنا كثير نشوف فنانين أو مخرجين يقول لك أنا ما بيحرك، تعالوا شوفوا. إيه. بس أحيانا الإنسان قادر أنه هو يسوق للقصة، بيعطي يعني بعض. لا هي مو قصة أنه أنا نكشف كل القصة، بس حقيقة الأسئلة اللي سألتها هي بتكشف كل القصة. زين في يعني أنت بس هي أكيد رح يصير، لا لك شو رح يصير علاقة حب، رح يصير في محاولة لتزبط هي العلاقة، بنشوف بتصير أو ما بتصير هذا بخلال أحداث المسلسل. وشو كان السؤال الثاني بدك تعرف؟ لا مو مشكلة خلاص. أوكي. مو مشكلة. طيب. بما يخص النجوم، هل تعرفينهم كلهم؟ ولأي مدى يعني أنت لما تكوني تعرفين الممثلين إلى أي مدى هذا يساهم في يعني أدائك تكونين أكثر مرتاحة، ولا في ناس تعرفت عليهم لأول مرة؟ هلأ في أغلبهم أنا شاغلة معهم أكيد، بس مثلا مثل ريتا حرب، كارلوس عزر كنت أول مرة بلتقى فيهم. وبعدين يعني نحن الحلو كان بهذا المشروع أنه نحن كلياتنا أعمارنا متقاربة تقريبا، ما رح أقول قديش بس ما بيعرفوا. لا بركي إنه ما بيحبوا. المنيح إنه لما بتتعامل مع ناس كتير محترفين، مع ناس ناضجين وواعيين، هذا بيسهل كتير العملية. ومشان هيك نحن بعد تجربة تقريبا سنة ونحن عم نصور وقاعدين بنفس المكان كلنا، حقيقة كنا مثل كأنه عيلة واحدة، أسرة واحدة. وإمتى ما بنلتقى ومنشتاق لبعض، يعني إنه لازم نكون دائما مع بعض. وإمتى ما التقينا بتلاقينا لا نحن بعدنا نفس الجروب اللي هيك صرنا أكثر من إخوات. الحمد لله. كاريس ممكن ثلاث أسباب للمشاهدين يعني تحمسهم أكثر أنهم يتابعون العمل، أنت من وجهة نظرك ثلاث أسباب لأي مشاهد متابع للمسلسلات لازم أن نشوف هذا العمل؟ هلأ بعتقد من بداية من الحلقة الأولى مبارح كان افتتاحية الحلقة أنه في جريمة بتصير، فأول شيء لمعرفة مين هذا
من ارتكب الجريمة ومن هي الضحية. يعني هي بتكفي، ما بدك ثلاثة حتى لحالها هي بتكفي. إنه واحدة من الشخوص من الأبطال الرئيسيين بهذا المشروع بتكون هي الضحية. أخيراً وبإجابة نعم أو لا بدون تفاصيل، ذكرتي أنه شخصية ألمة تتقاطع معك بكثير، هل كاريس تعرضت لكثير ما تعرضت ألمة، مثلا غدر، خيانة، طعن في الظهر؟ لا لا. وين التقاطع طيب؟ ها ميلة للعزلة، غالبا الصمت لما بتصير في مواقف ولازم يكون في رد فعل عنيف، فأنا ما بعمل ردود أفعال، براكم. ألمة كمان شخصية بتراكم، يمكن حضورها بوسطة شخص بالعموم لطيف. نعم نعم. بعتقد أنا حدا لطيف، ما بعرف هيك بيقولوا لي، هي ثلاث صفات. شكرا جزيلا كريس، شكرا، اتمنى لك دوام التوفيق والنجاح. حلو. وسعدنا جدا انه تكوني معنا في صباح الخير يا عرب. شكرا. وتابعين البرنامج اكيد. ها انا دائما كل يوم الصبح بتابع صباح الخير يا عرب، عندي مشكله وحيده بالتوقيت تبعه، بحس انه بلشنا صرنا الظهر يعني ظهر الخير يا عرب بس انا متابعين البرنامج. الله يسعدنا. شكرا يا كريس. شكرا.